أهلا بكم في تواصل دوت كوم، ونبدأ مع شبح الاغتيالات الذي عاد للواجهة في العراق. نبدأ من البصرة، فبعد نحو شهر على الإعلان الحكومي القبض على عصابة فرق الموت في المدينة، مواقع إلكترونية تداولت مقطعا مصورا لما قالت بأنه نجاة شيخ عشيرة من محاولة اغتيال في البصرة، وذلك بعد مطاردة عجلته من قبل مسلحين يستقلون عجلتين من نوع جكسارة قبل أن يتمكن من الفرار منهم. دعونا نشاهد ما رصدته كاميرات المراقبة في مكان الحادث. خلى بطيء جيد. نعم، طبعا الحدث الأبرز الذي شغل العراقيين يوم أمس هو اغتيال ضابط في جهاز المخابرات في العراق. طبعا هذا الجهاز الذي من المفترض أن يكون جهازا حساسا وأن تكون هويات من يعمل به سرية، ولكن تم اغتيال ضابط المخابرات بالأسلحة الكاتمة في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد يوم أمس، وهو كان برفقة زوجته. دعونا نتابع هذا المقطع، كذلك رصدته كاميرات المراقبة. مقدم هو؟ رائد بالمخابرات. شوفوا لي اهله بس من الاسم شنو محمود. شوفوا لي هسه راح يرجع يعيش منه. هي راح ولين شسبه؟ لا لا هو يمشي في الفرع ما كان لا لا ما كان لا لا هسه راح يعيش هناك هو سيد بس بالمخابرات على ما خسيت هذا تقرب عليه هو سيد بس بالمخابرات على ما خسيت لا لا هسه راح يعيش هناك هو سيد بس بالمخابرات على ما طبعا تم اغتياله في وضح النهار ولم يتم القبض على من قام باغتياله. طبعا اغتيال ضابط المخابرات جاء عقب تبادل الاتهامات وتصاعد وتيرة الخلافات بين الميليشيات والجهاز، واتهام الميليشيات في الأيام الماضية وتحديدا بعد تغريدة لقيس الخزعلي حملت بين ثناياها تحريضا ضمنيا ضد جهاز المخابرات في العراق وضباطه بعد اتهامه لدولة الإمارات بالسيطرة على الجهاز وإدارته. دعونا نتابع ما قاله قيس الخزعلي في هذه التغريدة قبل أيام. قال: تساؤلات مشروعة بناء على ما نقلته مصادر موثوقة عن مجيء فريق أمني إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي. هناك أسئلة تطرح نفسها طبعا، هل وصل العراق إلى هذه الدرجة من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة؟ يقول: هل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات إلى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق؟ أليس بأن الإمارات كلما دخلوا قرية أفسدوها مثل ما فعلوا باليمن وليبيا؟ ما حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق وما أسرع خطوات تنفيذها في الفترة الأخيرة وما أجر منفذيها؟ ولا أعلم سبب السكوت أو التهاون إزاء هذا الموضوع. يقول: إن ما يجري ومنذ فترة أقل ما يقال عنه بأنه خطير ويهدد مستقبل الدولة. طبعا الكلام هذا كلام قيس الخزعلي ينافي الواقع. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور حول حادثة اغتيال ضابط المخابرات في العراق. الصحفي العراقي إياد الدليمي غرد وقال على تويتر: اغتيال المقدم محمود ليث حسين الضابط في جهاز المخابرات العراقية بأربع رصاصات في منطقة المنصور في بغداد أثناء تجواله مع زوجته، يبدو بأن كواتم الصوت التابعة لقيس الخزعلي وعصائبه قد بدأت تعمل. ربطوا ما بين تغريدة قيس الخزعلي وتخوين هذا الجهاز وبين اغتيال الضابط. الصحفي العراقي حسين دلي كذلك غرد وقال: مقدم المخابرات المغدور ليث حسين يعمل مديرا لقسم الإرهاب في الكرخ وعمل بقوة على ملف الخلايا الإرهابية ومجاميع الكوتوشة في بغداد. يقول نقطة راس سطر. أما الصحفي العراقي عثمان المختار فقال: مسلحون يختالون
ضابطا بجهاز المخابرات العراقي وسط بغداد قبل قليل. والحادث يأتي بعد أيام من حملة استهدفت الجهاز من قبل زعماء ميليشيات تابعة لإيران أبرزهم قيس الخزعلي. أخشى أن تكون العملية نفذت أيضا بسيارات الدولة ومن أشخاص تبقى ستة أيام على استلام أو تبقى ستة أيام على استلام مرتباتهم من الدولة أيضا. شاهو القرداغي الباحث والكاتب العراقي قال مصدر أمني فتحت مجموعة مسلحة نيران أسلحتها باتجاه عجلة بداخلها ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات وبعد اغتياله لاذوا بالفرار. هل العملية له علاقة أو لها علاقة بالهجمة الميليشياوية الأخيرة على جهاز المخابرات؟ يتساءل. نذهب إلى موضوع آخر وكذلك في العراق ولكن على المياه الإقليمية الإيرانية، حيث مقطع مصور يوثق العثور على سفينة عراقية بالقرب من ميناء بوشهر الإيراني، ومصادر صحفية تتحدث وتحدثت عن اختطافها من قبل قراصنة إيرانية قاموا بسرقة وقودها ونهب محتوياتها وأجهزتها في وقت سابق. السفينة تعرضت للقرصنة في المياه الإقليمية الإيرانية، طبعا خاطفوها طالبوا بفدية مقدارها 80,000 دولار للإفراج عنها وفقا لمصادر صحفية. دعونا نتابع هذا المقطع. This is a tugboat coming to the north of the Bushehr coast. She's name is the T4. She's aggrounded 7 mile distance by the Bushehr port in the north place area. We don't have, she haven't any IMO number. Only one portable generator, two portable generator in the aft side, and the one mark in the funnel. But I don't know. She's the Delme or the T4. تفاعل الجمهور العراقي حول حادثة قرصنة هذه السفينة في المياه الإقليمية الإيرانية. دعاء علي قالت هي ظلت على القرصنة، كل شيء شفنا منهم تقول شعوذة ودجل وتدليس وتزوير. أما قيس فقال أعتقد هذه رسالة من إيران إلى الحكومة العراقية بأننا من يتحكم بمياه الخليج. أبو صالح قال دزولهم الشيوخ يهوسون للسياسيين يأخذون منهم عطوة وينزلون من المبلغ. خالد العقيلي قال والله عم الحكومة 1000 دينار ما تنطي، هذول قراصنة مكبسلين كما يقول، يعني يتعاطون المخدرات حسبالهم المواطن العراقي تدفع للحكومة فدية مثل المواطن الأمريكي لو الخليجي. نعم، نذهب إلى حال المواطن العراقي ومع ارتفاع المعدلات الفقر بسبب ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك بسبب أزمة كورونا. في القادسية أهالي قضاء الشامية نظموا تظاهرة احتجاجا على تدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وذلك بسبب الحظر الحكومي وخفض قيمة الدينار مقابل الدولار، وحملوا الأحزاب بكافة عناوينها المسؤولية الكاملة لما وصلت له البلاد. فلنتابع هذا المقطع. نبقى مع الفقر في العراق ونذهب إلى محافظة النجف عاصمة السياحة الدينية كما توصف، وبالقرب من منزل محافظ النجف لؤي الياسري فقراء يبحثون عن قوت يومهم وعما يسد رمقهم بين أكوام النفايات في بلد النفط وبلد الثروات. دعونا نتابع هذا المقطع. شوفوا يا عالم، شوفوا عيشتهم على الزبالة. من مين تاكل عمي؟ والله تاكل من الزبالة. والله تاكل من الزبالة.
ليش هيك ليش؟ الله اكبر ليش هيك؟ لك لا تقول من الزباله، لك جاي تسمعون؟ انت مالك يقولون الشباب عاطل؟ لك مو عاطل، لك مو عاطل، الله ينتقم لكم. الشباب معطل، لك الشباب معطل بسبب سياساتكم القذره يا سياسيين العراق. لك شو تقولون لله؟ شو تقولون لله؟ لك باوع العوائل، لك اولادكم وين؟ ولكم بأوروبا ينعمون بالملاهي بالسيارات الفارهة بالفلل، وابن الفقير هذا وياله يموت بالحشد الشعبي. شوفوا عوائلنا، شوفوا اخواننا، شوفوا اولادنا. يقول لك اولادنا معطلين، مو معطلين، شوف عوائلنا. لك شو سويتوا بالبلد انتم؟ لك الله ينتقم منكم، الله يسخم وجوهكم. حكمت العراق، دمرتوا تاريخه. اشرنا بان مستوى الفقر في العراق في ازدياد، خاصه مع يعني جائحه كورونا. لارا الشمري علقت على فيسبوك وقالت: ليس فقط بالقرب من محافظ النجف، بل بالقرب من مرجعيات النجف. تتساءل اين الاموال والحقوق الشرعيه؟ اين واردات الاضرحه توفر العيش الرغيد للعراقيين كافه؟ تقول ام شهد، تقول: الله أكبر، هاي مدينة أبو الحسن علي، معقولة؟ تقول: حسبي الله على الفاسدين. أما محمد فقال: هيهات من الذلة. يقول: الريد قائد جعفري، حتى لو ناكل من الزبالة، المهم الحكومة شيعية وعلوياك علي، منين نجيبك يا علي وتخلصنا منهم؟ بعد شي يصير بينا أكثر من هاي الذلة. يقول أما محمد فقال: هاي أمريكا وحريتها وعملائها الخونة. يقول: الله ينتقم من كل ظالم. نذهب إلى العاصمة بغداد، حيث نظم طلاب الجامعات تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للمطالبة بإجراء امتحانات إلكترونية. قالوا بأن ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا عقبة وخطر يواجهونه إذا ما ذهبوا إلى القاعات الامتحانية. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات الطلبة في بغداد. إلى تفاعل الجمهور على منصة تويتر حول المطالبة بإجراء امتحانات إلكترونية تحت وسم أنصفوا طلاب الجامعات. داليا قالت: خلال شهر كمية القرارات اللي نزلت وتحملناها كانت فوق طاقتنا، صرنا مثل اللعبة بيدهم، كل اللي يروح ويجي يكفخ بينا، عبالك إحنا جايبين كورونا وإحنا رايدين الإلكتروني وعاجبنا هذا الوضع. أما مروان فقال: يجب عليكم أن تعلموا بأن الامتحانات الحضورية لا تصب في مصلحتكم، وذلك بسبب أن كفاءة الأساتذة في التعليم الإلكتروني لا تتجاوز 50%، ولم يتم إعطاء حق المادة بشكل كافي. زهراء قالت: في ظل تزايد الإصابات لأكثر من 5000، كيف سيمتحن الطلاب المصابين بكورونا حضورياً؟ تتساءل: وإلى متى يتم تأجيل امتحاناتهم؟ يجب إيقاف هذه المهزلة، أنصفوا طلاب الجامعات. أما علي الحياني فقال: بين معترك الحياة وضجيج الامتحانات يناشد طلاب الجامعات العراقية أن تكون الاختبارات الإلكترونية، لا نقول إحساناً بل عدلاً مع البقية، لماذا هذا الإجحاف؟ ندرس إلكترونياً والامتحانات حضورية، أين العدل يا أصحاب القرارات الإدارية؟ أنصفوا طلاب الجامعات. نذهب إلى أنت ترى. حريق كبير يلتهم مجمعا لبيع الغاز، غاز التبريد في شارع المركز بمنطقة الغزالية ببغداد، المعمل داخل منزل. هذا المقطع وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، فنتابع هذا المقطع.
اخيرك يا علي. من المفترض أن يكون المعمل خارج المناطق السكنية. في البريد الوارد وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني جاء فيها: مشروع الربط السككي بين العراق وإيران جريمة اقتصادية كبرى بحق العراق. إيران لا تريد مسك سكك الطريق طريق الحرير مع العراق، بل تنوي إنشاء خط ناقل لبضائعها وأسلحتها ومخدراتها إلى سوريا عبر العراق، وستنقل هذه الممنوعات عبر العراق لأن أدوات السيطرة على الجمارك العراقية بيدها. نذهب إلى الهاشتاج. الفشل السياسي وتغول ميليشيات حزب الله في الدولة يعمقان الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث يفتك الجوع والفقر باللبنانيين وسط الانهيار المستمر للاقتصاد اللبناني، بينما تشهد المحال التجارية زحاما شديدا للحصول على سلة غذائية مدعومة. مغردون اتهموا النظام الإيراني وحزب الله بالمسؤولية عن هذا الوضع على وسم حزب الله خرب لبنان. دعونا نتابع بعض من التغريدات. دكتور راجان قال: بات مطلب الشعب اللبناني الأساسي والضروري هو أن ينبري مسؤول لبناني واحد ويقول لا للاحتلال الإيراني للبنان، وينحاز إلى شعبه ويعبر عن وجع الناس وتوقهم للحرية والتحرر الذي يشكل الأساس لسعادة لبنان المخطوف والمحتل. أما لارا صقر فغررت وقالت: 16 عاماً حمى خلالها حزب الله الفساد مقابل سكوتهم عن سلاحه، وهكذا انهار لبنان. أما كريم فقال: حزب الله خرب لبنان، لم يجلب حزب الله إلى اللبنانيين سوى الدمار، وهو الذي يحكم لبنان منذ سنوات من خلال طبقة سياسية فاسدة، وقد دفع هذا الوضع بالكثيرين للمجازفة وركوب قوارب المهربين من أجل العبور إلى أوروبا، وكبرهان على أن لبنان وصل مرحلة من اليأس. تغريدة أخرى من حسن يقول فيها: انهيار وخراب لبنان تقف خلفه إيران وذراعها حزب الله، وهذا يشبه ما حدث في العراق وسوريا. نذهب إلى القصص المنوعة. مسلم سبق بابتكار القراءة للمكفوفين. سبق برايل وهو فقيه مسلم عاش في العاصمة بغداد. سبق الفرنسي لويس برايل بأكثر من 5 قرون وابتكر لغة قراءة للمكفوفين. دعونا نتعرف على قصة زين الدين الأمدي مع تقرير نون بوست. Thank you.
نذهب إلى قصة أخرى أو موضوع آخر في هذه الحلقة. ففي قرار وصف بالرسالة السيئة تجاه المسلمين، فرنسا قامت بحظر الذبح الحلال للدواجن، وبيان من المساجد الثلاثة الكبرى في فرنسا يؤكد اللجوء للقانون والتواصل مع ممثلي الديانة اليهودية لمناقشة الرد على هذا الموضوع. إيجي بلاس عربي معها بقية القصة. نعم، كيف تتشكل سلالات جديدة من فيروس كورونا؟ بقية القصة مع تقرير لبي بي سي. Term going viral, right? Viruses mutate all the time, and so a virus has to replicate very quickly, and the pressure to replicate quickly means that you can make mistakes. But every once in a while, we will have one that's a little bit stronger. In many ways, washing hands, wearing masks, practicing physical distancing as much as possible, but also getting our immunization. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.